معكم غفيري حياة المعروفة بسمسمة اللي كيعرفها بزاف الناس، معروفة بسمسمة. اليوم جيتوا عندنا باش تشوفوا الدراري اللي حبوا تاهما مهنة البهلوان اللي عشت بها سنوات وعرفوني الناس باسم سمسمة. لحقيتش الكلونة الوحيدة اللي كانت في مراكش هي أنا، عرفوني بزاف حيت عادة الكلون تيديرو الدراري بزاف، ولكن أنا الوحيدة اللي درت الكلون وتشهرت باسم سمسمة. ولكن حبيت باش أنا تعلمت هذه المهنة وحبيتها وعشت منها، حبيت كاين شباب تا هما تيديروا الكلون وبيتعلموا الكلون وبيتعلموا المسرح وبيتعلموا التقنيات البهلوان. درنا هاد 3 ايام واخا هي ما قداش، ودرت معهم كل مره فين غادي لشي بلاصه نجيو معايا، ولكن في هاد الاول نقريهم تاريخ لي كلون، كوميديا ديال ارتي ارلوكا، نقريهم يعرفوا بزاف الارضيه على المسرح والكلون والانواع ديال لي كلون وداكشي. البارح خدمنا على بزاف الحاجات، واليوم كانت عندنا الحصه ديال كيف تلبس الكوستيم ديال الكلون وكيف تزوق في ظرف وجيز من الوقت، يكون قليل الوقت باش حقيتاش المتلقي اللي بغا يتفرج فيك بعد الخطرات تتكون زربان وداكشي باش تعلم انت اسرع حاجه. وهذه الدوره العشرة، وكاينين هنا الدراري اللي شاركوا معايا في الدوره الاولانيه وجاوا معايا مؤثرين الحمد لله، تعلموا داروا الكادر ديالهم بوحدهم وتعلموا مزيان وجاو تيعلموا معايا تيسمعوا كاينه عندنا شي حاجه، تيقول لك كبرنا وبدينا في تقنيات البهلوان تحنا لا تعلمنا شي حاجه، خاصنا نعلموها للناس ونوريوها لهم، وهذا هو الفضل. زرعوا فاكلنا ونزرعوا لياكلوا، وشكرا لكم. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، معكم صلاح الدين الزريقه. المهم جيت لهذه الدوره التكوينيه في الدوره العاشرة للمسرح ايوب سمسمة باش ناخذ دي زانفورماسيون بروبو الخدمه ديال البهلوان، بحكم انني عندي تدريب وزاري من الدرجه الاولى وكمنشط الاطفال، وكان ميلو بزاف للتنشيط ديال الاطفال خصوصا في الارويضه في لي بارك في الجمعيات في جميع القوافل اللي تيكونوا كيحتاجوا الاطفال يكون عندهم بهلوان، يكون عندهم العاب، يكون عندهم انشطه، وحنا بغينا نكونوا نتلقى واحد التكوين على يد الاستاذه حياه الملقبه بسمسمة، بحكم انها من السباقين ومن الرواد ديال هذا الفن البهلوان وهنا في مراكش وكذلك حتى في المغرب دائما مشهوره بزاف. اليوم جينا الورشه كمستفيدين، ملي كنجيو الورشه في واحد المده اللي مراحل تقريبا شي 5 سنين ولا 6 سنين، وكنت مؤثر في الورشه وباقي تنجي نستافد، لان الحياه ديما فاتحه الباب للتكوين، ملي كتكون شي حاجه جديده كنجيو نستافدوا كاملين، واخا تنكونوا مؤثرين بعد المراحل ملي كتكون شي حاجه جديده تنجيو حنا تنستافدوا منها. ومسرح ايوب راه فاتح الباب للجميع اللي بيتكون في مجال تقنيات البهلوان، وكمؤثر كندير امور ديال السيرك اللي هي كضيف شي حاجه جديده في تقنيات البهلوان. وشكرا للجميع، مرحبا اللي بغى يجي مرحبا. السلام عليكم، حنا فرحانين بهذه البادره اللي دارت الاستاذه سمسمة. بصراحه باش نتعلموا مهرج ما سهلاش، باش توقف قدام دري صغير وتضحكوا تيخصك بزاف ديال الادوات. الاستاذه دارت واحد المجهود، علمتنا تمارين، وحنا دابا درنا اللباس ديال المهرج، اجتهدنا وحاولنا باش نوصلوا واحد الصوره للناس، لان هذا الفن راه تقريبي وهذا الفن راه زوين بزاف ومحتاجين الكبار والصغار باش يبدلوا المسار ديال حياتهم.